ما هي إدارة المعرفة؟ تعرف إدارة المعرفة بأنها عملية اكتشاف البيانات والمعلومات وإنشاؤها وتنظيمها وتخزينها ومشاركتها في جميع أنحاء المؤسسة. عندما لا تكون المعرفة متاحة بسهولة داخل المؤسسة، يمكن أن تكون هناك تكلفة عالية نظير الوقت الثمين يقضى في البحث عن المعلومات ذات الصلة بدلا من أداء مهام أخرى. يعمل نظام إدارة المعرفة Knowledge Management System على تحسين إدارة الكفاءات التشغيلية من خلال الاستفادة من المعرفة المجمعة بالمؤسسة، ويعمل التعلم المؤسسي على زيادة التواصل بين أعضاء الفريق وتحسين عملية صنع القرار في جميع أنحاء الأعمال، مما يسمح للمؤسسات التي لديها نظام لإدارة المعرفة بالوصول إلى نتائج الأعمال بسرعة أكبر. كما أنه نظام إدارة المعرفة يبسط العمليات التنظيمية الأخرى مثل التدريب والإعداد والدروس المستفادة والتحول الرقمي للعمليات ورقمنة الوثائق وغيرها، مما يؤدي إلى تحسين رضا الموظفين والاحتفاظ بهم.